انا ما دخلنيش انا ما بخاف لا تخاف ارجع هلا انت انت اول يلا يلا انا والله على جد وانت كمان تفحص اسنانك وانت كمان وانت كمان طيب انا الاول انا اصلا اقوى واحد مش هممني تفضل عم مصابر تفضل وين على الكرسي هذا ما كرسي هاد؟ اوه دكتور اسنان شوف لك اسنانك ها باجي بعدين باجي بعدين لا عم مصابر خلق واجيكم انتوا جاي جاي عم مصابر مرحبا دكتورة تفضل تفضلي تفضلي تفضل انت تفضل تفضل انا انت عم مصابر تفضل عم مصابر تفضل لا لا ايش يا عمي زي الضفدع اللي خوفت فيها هلا بسويش خوف ايش؟ لا 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 عم مصابر بسويش ايش تفضل 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 نام 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 يمه ولد شطور عم مصابر ولد شطور عم مصابر شطور شطور عم مصابر ايش من اسنانك عم مصابر؟ ما لهم امي حكت لي اجي افحص طريل هاي ايش بتسوي؟ ايش من اسنانك عم مصابر؟ ما لهمش ايش هاد؟ العبش العبش لك فما صفط لساني هذا هادي بنحطها للثوم هون عشان تقطع عم صابر تعمل شغلات غلط انت طيب خلص اخر مره ما عليها رجعها والله رجعها تلعبش تلعبش 1 2 3 انا عم صابر من سبع ضفاطر الولد بيحبوني بينادوني شاطر انت ولد مشاغب انا لا انا شاطر انا شاطر انا شاطر تلعبش عن جد حلو حلو عم صابر نعم ايش تعمل؟ ولا شيء افتح تمك يلا انا بدي اروح اجيب شيء بس افتح تمك اشوف كل هذا السوسات عندك؟ ايش عندي سوسي انا دكتوره؟ هلا بفرجيك هلا ابعد ابعد بطخك ابعد اقرب اقرب سلام بقول لك دكتور اسنان بيخوف ولا بيخوف ولا ماشي بعدين انت اخر مره بتسوي هيك ايه اخر مره بقول لك تغشش علي مي بقول لك يا دكتوره هذا بضل يضرب هذا ايش ايه بتسوي صبر ايش بتسوي قلت لك ممنوع تلعب اخر ده اخر ده ممنوع تلعب بشغلات مش لإلك ممنوع هذا ايمو مين هذا؟ مصابر هذا توم ديناصور هذا توم الإنسان توم الإنسان؟ تومنا إحنا هذا هلا أنا شايف إنه في عندك كتير سوسات جوا كتير سوسات؟ كأنك بتفرشيش أسنانك الصبح وبتفرشيهم بفرشي أنا هيك على طول بطل بسوي لا عم مصابر لازم تفرشيهم الساعات الصبح وتفرشيهم بالليل قبل ما تنام ايش وقت عندي انا؟ ايش عليك عم مصابر؟ دلعب لا هذه من الشغلات الاساسيات بطل عندي سوسه؟ ببطل سوسه بالمره طب بالمره طب ورجيني كيف بتفرشوا هيك تنبه واو واو نظف كل اسنانك عم مصابر ركز معي طيب هيك بتسوي كل اسنانك حلو انت الصبح وبالليل قبل ما انام ممتاز ولما تاكل تاكلش حلويات كلش حلويات وخلاص ببطل اجي هون بتبطل تيجي هون بس حلو هون بخوفش على فكره بخوفش صح انت ولد شاطر اي 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 يا ولاد انا شاطر 1 2 1 2 1 2 3 عضر عندي المرتاح خلاص هذا هو الخايفين قال واو ايش هاي ميه طيب ماشي واو
هذا ايش؟ مصابر عبار عدار خليني كمان شوي عدار بيو 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 خليني كثير ولا ما بيجيش هون كمان طيب ماشي يعني اسناني منيحة انا لا اسنانك بجنن طيب ماشي شكرا دكتورة مع السلامة عمو مع السلامة شكرا 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 هاي عمو صابر ايوه عشان تعرفوا ما خبتش انا دكتور اسنان فحصت لي اسناني وحكت لي لازم اسوي عشان غفلت اسناني يلا هو داركم معاها تخافوش اذا طلعت لكم ابره ما تخافوش واذا فحصت لكم ما تخافوش امي بره بتستنانا امي 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 هتاخدها بشوار امي استنى وين راحوا؟ تخافوش يا اولاد دكتور اسنان عن جد بيخوفش دير بالكم على اسنانكم منيح وتعالوا وكل مره تعالوا مش هدول اللي هربوا هربوا ده هرجع كمان ضر اقول لها تعمل لي كمان فحص لانه الاولاد هذولك هربوا يا دكتوره هربوا الاولاد تعملي لي انا عمو صابر انا جي لهون يا ولد حلوين اكبسوا لنا على السبسكرايب على الاحمر وعلى الجرس وعلى الدايره الى اللقاء مصابر برسم عالتفاصيل الولاد بيحبوني وبينادوني شاطر بحب اكل محشي